بسم الله الرحمن الرحيم. الصراحة هاد الكارثة ديال هاد الزلزال كانت صراحة الله هي واحد الفاجعة كبيرة، يعني اللي ما هي تدعو إلى جميع المواطنين إلا أن يتأسفوا لهاد الحالة اللي وصلوا لها هذيك الناس. ورغم ذلك الإنسان ما خصو يقول إلا يقول الحمد لله على قدر الله، قدر الله ما شاء فعل. بالنسبة للناس اللي توفاهم الله، الله يرحمهم والله يتقبلهم عنده شهداء، وبالنسبة للناس اللي تصابوا مصابين الله يشافيهم، وبالنسبة اللي باقين على قيد الحياة كنتمنوا على الله سبحانه وتعالى الفروق ديال الإنقاذ تستطاع أنها تنقذ أكبر عدد ممكن منهم، ولما لا يعني إن شاء الله يتمكن أن الجميع إن شاء الله ننقذوهم. وكنشكروا جميع المواطنين والناس اللي يعني تضامنوا معنا وقدموا لنا التعازي من جميع، سواء كانوا مواطنين مغاربة أو جميع الدول، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، لأن هذا في النهاية كيبقى هذا واحد يعني واحد الفاجعة إنسانية، ما يعني خص جميع الناس، جميع اللي فيهم واحد الروح ديال الإنسانية أنهم يتضمنوا ولو بالكلمة الطيبة ولا أي حاجة يعني يمكن الإنسان أنه يساهم بها، ولو أنه يطفي شي شوية ديال 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 الأسف وديال ديال ديك المعاناة ديال ديك الناس اللي وصلوا لها ولو غير بالشيء القليل. وبعد ذلك يعني كندعو جميع المواطنين إلى الانخراط والمساهمة على قدر الإمكان، يعني الإنسان ولو بالكلمة الطيبة أنه يقدم يد العون وما يبخلش، لأن هاد الأمور هذه يعني لا قدر الله اليوم فيهم، لا قدر الله مثلا تقدر تكون في منطقة أخرى، وما علينا إلا احنا كمغاربة أننا نساهموا مع بعضنا وتضمنوا مع بعضنا في مثل هذه الدول. أكبر مشهد اللي تأثرت به هو المشهد، جوج هما صراحة جوج ديال المشاهد، واحد البنت مسكينة، واحد الشابة اللي هي مشات لعند مشات في زيارة للسطات، وملي رجعت ما لقات لا الأخ ديالها لا الأخت ديالها لا الوالد لا الوالدة. والمشهد الثاني هو واحد الطفل صغير مسكين، يعني المنظر ديالو مؤسف، وكيقول خصني ماما، جيبوا لي ماما وجيبوا لي بابا. هو مسكين يعني للأسف الطفل الصغير ما كيعرفش يعني المسار اللي تصابوا به، وكنت أسف لهذا المنظر. وفي الاخر كنقولوا قدر الله ما شاء فعل، وإنا إليه راجعون. والله يكتب في راسنا وفي راس جميع المسلمين والإنسانية جمع، يكتب في راسنا خير، والصلاة على النبي.